برضو نسأله في اليومين دول ماذا يفعل في زمن الكورة. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن اسلام، منور وبمسي على ضيوف سيادتك. الله يخليك كابتن فتحي وكابتن كابتن فتحي نصير وكابتن محمد حشيش وكابتن عادل عبد الرحمن، بيسلموا على حضرتك. كابتن محمد نصير طبعا حبيبي، ربنا يخليك. كابتن باشمهندس، بتعمل ايه اليومين دول بقى في زمن الكورونا؟ لا، النادي مقفول. مقفول؟ اه. طيب كنا الاول لغايه الساعه 9 وكنا مخفضين ساعات العمل. وكنا بنشتغل بتلت الناس الموجوده، وكنا يعني وقفنا التدريبات طبعا لكل الالعاب. وبعد كده طبعا اضطرينا ان احنا يعني نتمشى بقى مع الدوله ومع الحفاظ على صحه الانسان اهم من اي حاجه. فقفلنا النادي، اتقفل. مفيش حد بيخش يعني نادي سموحه مقفول؟ لا، بيخش مدير عام النادي. لا، اقصد الاعضاء النادي يعني. لا 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 لا، هذا اجراء احترازي يعني زي بقيه الانديه، كل الانديه عاملاه يعني خلال هذه الفتره. باشمهندس فرج، احنا سمعنا امبارح ان حضرتك قلت ان كان من الممكن ان يتم تسريح او هتوجه الشكر لمجموعه كبيره من الفرق الناشئين والمدربين والاداريين، يعني ممكن حضرتك تقول لنا ايه الموضوع ده؟ مفيش اي حاجه، ومفيش حد هيضر في سموحه ولا هتمشي ولا اي شيء على الاطلاق، بالعكس. كل الناس قاعده ومستقره، واحنا ملتزمين بكل مرتباتهم وكل شيء، بالعكس. احنا عملنا كمان النهارده صندوق مخصوص عشان اللي عايز يتبرع، اضافي خاصه للناس اللي هي يعني اصحاب الدخل المحدود من العاملين، ما فيش اي مشكله. احنا عموما الحد الادنى لاقل حد في سموحه اعلى من الحد الادنى للدوله، 2500 جنيه ده يعني اقل فرد، اقل حاجه. احنا لسه كنا هنتكلم بالموضوع ده دلوقتي. يعني حضرتك الموضوع ده بتنفيه تماما يعني؟ نهائيا نهائيا نهائيا، ما يفكرش فيه المهندس فرج يعني، ده لا يمكن. والكابتن عادل عبد الرحمن، لا ما انا عارف يا باشمهندس ما تفكرش، بالعكس والله حبيبنا يعني وشخصيه جميله يعني. جميله يا باشمهندس، انا عمري ما اصدق ان انت اولا انت ما تعملش دي ابدا، ده بالعكس والله. يمكن المهندس فرج دي حقيقه يعني الحته دي عنده عاليه قوي، وعنده التكافل كويس قوي، وبيعمل حاجات كتيره قوي لنادي سموحه وشفته يعني. لا، وخير جدا، وبالعكس ده يزود الناس، ما بينقصهمش ابدا عمره يعني، وبيحافظ عليهم يعني. كان مهم جدا ان احنا نفهم برضو من حضرتك يا فندم، علشان عشان يعني برضو نادي سموحه من الانديه الكبيره، وحضرتك من رؤساء الانديه الكبار، فلازم نفهم يعني. يعني مع ان الدوله بتعمله، احنا جزء من الدوله، واللي سياده الرئيس بيعمله هو القدوه بتاعنا. ملتزمين بكل حاجه، ونعمل كل حاجه لصالح كل العاملين وكل المدربين وكل الاداريين. طيب، والحمد لله كله مستقر وكلهم امانه في رقبتنا. باشمهندس، عايز اسال حضرتك برضو، ايه رايك في المبادرات اللي بتتعمل خلال هذه مبادرات الخير يعني، بعض اللاعبين بعض الفنانين؟ طبعا كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله يعني. كل واحد، احنا بص احنا كمان عاملين صندوق زي ما قلت لسيادتك لرعايه الناس اللي عندنا في النادي، اقربونا اولى بالمعروف طبعا. واحنا بنتبرع في هذا الصندوق، لان الناس كانت لما النشاط شغال بيجي لها مكافآت زياده وحاجات زي كده غير مرتباتهم، فاحنا بنتبرع في هذا الصندوق. وعملنا كمان صندوق كوارث عشان نواجه الحالات الاستثنائيه والحاجات الطارئه اللي بتعمل هذا الكلام. واحنا بنتبرع في هذا الكلام. وانا يعني شخصيا اميل الى ان اللي بيعمل حاجه من الافضل انه يعملها بينه وبين ربنا يعني. احنا ناسنا يعني في حكايه ايه يعني، طبعا انا بحترم كل الناس وبحترم كل واحد عمل كل شيء كويس. ده بيعبر عن اصله وعن حبه لبلده وانتمائه. لكن انا اؤمن ان انا لو عايز اعمل حاجه اعملها بيني وبين ربنا. هي وجهات نظر يا باشمهندس، لان اللي عمل كده طبعا كلهم لعيبه كبار ومشاهير. لا انا فاهم. لا انا قصدي اقول لحضرتك، هم ليه فكروا التفكير ده؟ بيحثوا الباقي يعني، الناس اللي ما بتعملش يخلوها تعمل من خلال لما يبقى لعيبه كبار موجودين بيعملوا زي حضرتك. لكن هي طبعا انا وجهه نظري زي وجهه نظر حضرتك، ان دايما اللي عايز يعمل حاجه يعملها بعيدا عن اعين الناس. انا وجهه نظري كده يعني. انا بشكرك جدا. اتفضل يا فندم. طبعا اتفضل يا فندم. مع الاحترام لهم كقدوه يعني. لا طبعا طبعا طبعا، شباب جميل بيفكر في شيء جميل، بيعبر عن حبه بوطنه وامتنانه لوطنه طبعا، جماهيره ومشجعينه ومحبيه، فده بيرجع لهم بشيء خير. بالظبط، جزاهم الله كل خير.
انا بشكرك جدا يا باشمهندس، دايما بتشرفنا وبتنورنا. بشكر كل ضيوفك. شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي اسمه